حياكم الله. وهكذا حسم الأمر أخيرا وتم اقتياد السوريين إلى مؤتمر جنيف 2، رغم أن الجانبين المشاركين لا يتوقعان أن ينتج أي خير من هذا المؤتمر. ذهاب الائتلاف إلى جنيف 2 جاء دراميا، حتى وفق مقاييس الائتلاف الذي اعتاد أعضاؤه الحرد والانسحاب وأدمنوا تويتر وفيسبوك. الجربة وفريقه ذهبوا إلى التصويت بمن حضر، بعد أن قام أعضاء اللجنة القانونية برئاسة هيثم المالح بتفصيل مجموعة من القوانين لهذه المناسبة السعيدة. في النهاية صوت 59 عضوا ورفض 14 عضوا وامتنع 3، وبقيت كتلة 44 في أحد فنادق اسطنبول. والإخوان المسلمون وبعد 3 بيانات شديدة اللهجة ضد جنيف 2 صوت أعضاؤها إلى جانب الجربة، والمجلس الوطني الذي هدد بالانسحاب لم يعد أحد يسمع عنه شيئا. نناقش كل ذلك الليلة في تفاصيل بعد لحظات. إذا قررت قيادة أحمد عاصي الجربة المشاركة في مؤتمر جنيف بعد تصويت أعضاء الائتلاف الحاضرين على القرار بتأييد 58 عضوا من أصل 72 فقط هم من شاركوا في التصويت، وصوت 14 عضوا لعدم المشاركة، فيما تم تهميش رأي 44 عضوا آخرين أعلنوا مقاطعتهم لجلسة التصويت. نذهب للتفاصيل. يا ثورة 200,000 شهيد قسماً بدمائهم لن نرضى بغير أن ننجز ما قضوا دونه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. بعد موجة من التأجيلات والشد والجذب الذي حصل بين أعضاء الائتلاف وكتله حول المشاركة في مؤتمر جنيف 2، الائتلاف وافق أخيرا على الذهاب إلى المؤتمر، والتصويت تم بموافقة الأغلبية الحاضرة مع استبعاد الغائبين على مبدأ نصف الأعضاء زائد واحد، وبلغ عدد المصوتين 75 عضوا، صوت منهم 58 بنعم، بينما رفض المشاركة 14 عضوا وامتنع 2 آخران، بينما سلم أحد الأعضاء ورقة بيضاء فقط. ويرى البعض أن طريقة التصويت جاءت للالتفاف على الأزمة التي يعيشها الائتلاف مع بعض الكتل والأعضاء التي تعارض الذهاب إلى المؤتمر، حيث كان من المفترض أن يتم موافقة ثلثي الأعضاء. وفي نتيجة التصويت تطرح تساؤلات حول تجاهل الائتلاف للأعضاء المنسحبين الذين ما زالوا محسوبين عليه، وعلى اعتماد الائتلاف على تصويت الحاضرين فقط. بعد قرار الائتلاف تتجه الأنظار الآن إلى مواقف الكتل المنسحبة، فالأربعة والأربعون عضوا المنسحبون هم الآن بين خياري العودة تحت مظلة الائتلاف أو الخروج رسميا عنه، بعد أن تجاهلهم الائتلاف وقفز من فوق مطالبهم. إلا أن بيان هيئة الأركان هذا والذي تلاه سليم إدريس يشير إلى دعم الهيئة لذهاب الائتلاف لجنيف، مع أن الهيئة كانت من ضمن الكتل التي انسحبت. ونحن اليوم ندعم أي حل يضمن انتقالا سياسيا للسلطة بما يحقق أهداف ثورة الشعب السوري البطل. إشارات استفهام توضع حول قرار انسحاب الكتل التي رجح مراقبون أن سببه صراعات على المقاعد جرت أثناء انتخابات الائتلاف الأخيرة، ولم تكن قضية جنيف إلا قناعا تسترت خلفه تلك الكتل. وفي سياق متصل ينتظر الآن من المجلس الوطني أن يعلن موقفه بعد تهديده المسبق للائتلاف إن وافق على المشاركة في المؤتمر، إلا أن مراقبين يستبعدون تنفيذ المجلس لتهديده، خصوصا بعد أن أعلنت إحدى كتل المجلس وهي إعلان دمشق عن عدم رغبتها في الانسحاب من الائتلاف حفاظا عليه من الانهيار، بالرغم من موقفها الرافض للمشاركة في المؤتمر. حتى الإخوان المسلمون الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجلس لا يعتقد مراقبون أن يتخذوا خطوة في الانسحاب، لا سيما أنهم أعطوا حرية القرار لأعضائهم في التصويت، أي بالعمل بنظام رفع الغطاء الحزبي، فضلا عن كونهم العامل الأكبر في إنجاح قيادة الجربة في الانتخابات.
أما ثوار الداخل وتحديدا الجبهة الإسلامية وجبهة ثوار سوريا وجيش المجاهدين، فينتظر منهم أن يقدموا موقفا من الائتلاف في الساعات القادمة حسب ما أوضحت بعض المصادر، مع التذكير بأن الجبهة الإسلامية سبق لها وأن لمحت لإمكانية وضع شخصيات الائتلاف الذاهبة لجنيف على لائحة المطلوبين. أناقش هذا الملف مع ضيوفي في الاستوديو الدكتور عارف دليل، المفكر المعارض السوري. مساء الخير دكتور عارف. وأيضا عبد الأقمر الصناعية من اسطنبول، هشام وعضو الائتلاف الوطني من اسطنبول. مساء الخير أستاذ هشام. وكذلك الدكتور خالد خوجة سفير الائتلاف في تركيا المستقيل. مساء الخير دكتور خالد خوجة. وكذلك عبر الهاتف جمال معروف وقائد جبهة ثوار سوريا من الحدود السورية التركية. مساء الخير أستاذ سيد جمال. سأبدأ معك دكتور خالد خوجة، يعني حتى قبل أن تخرجوا في أي مؤتمر صحفي، على ما يبدو قيادة الجربة قررت الذهاب إلى جنيف 2. نعم، مع الأسف حيثيات اتخاذ هذا القرار كانت غير يعني قانونية على الإطلاق. كما يعلم الجميع، تحدثنا مرارا على الإعلام أن قرار الذهاب إلى جنيف يحتاج إلى أغلبية ثلثي الأعضاء لتغيير مادة أساسية في النظام الأساسي تقتضي بلا للتفاوض مع النظام. نعم. تم تجاوز هذه المادة وتم تجاوز الهيئة القانونية، وتم تغيير هذه المادة باستشارة الأعضاء الموجودين في الاجتماع بأن 40 عضو صوتوا على أنه يكون التصويت في الأغلبية النسبية. يعني تقصد بمن حضر، يعني هناك تغيير القوانين لائتلاف. طيب معنا الأستاذ هشام مروة. أستاذ هشام مساء الخير، أنت باللجنة القانونية. هشام حتى اللحظة ليس جاهز. طيب سأستمر معك دكتور خالد. طيب إذا كنتم تدركون بأن هناك سيتم تغيير لبعض هذه القوانين، لماذا لم تشاركوا بالتصويت بلا؟ أريد أن أضيف مادة أخرى. طبعا. هي المادة 41 في النظام الأساسي تقول أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا النظام يختص بنظره الائتلاف ويكون قرارها ملزما في هذا الشأن على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الائتلاف. يعني حتى الخلاف بتفسير مادة النظام الأساسي أيضا يحتاج إلى ثلثي الأعضاء. يعني طب دكتور أنتم هل أنتم متغيبون عن جلسات الائتلاف، عن نقاش الائتلاف أم لا؟ أم أنتم منسحبون؟ لا أحد يعلم إذا أنتم منسحبون. تفضل. نحن قرارنا الانسحاب يأتي أصلا بهدف عرقلة قرار المشاركة في جنيف. يعني لم يكن قرار استقالة وإنما كان قرار انسحاب، والهدف منه عرقلة الهيئة العامة أن تأخذ قرار إلى جنيف باعتبار أن نحن الثلث المعطل 44 عضو. وهناك أيضا من المجلس الوطني السوري كانوا سيصوتوا بلا. والسبب العرقلة ليس أننا ضد جنيف بالمطلق. نحن اتخذنا في قرار سابق، الهيئة العامة السابقة، قلنا أنه نحن على الاستعداد للمشاركة بجنيف ضمن محددات، وقلنا أنه يجب أن مكونات الائتلاف ترسل هيئة من أعضاء الائتلاف إلى الجبهات والكتائب في داخل سوريا وتستمزج آرائهم بشأن المشاركة في جنيف. طيب هذه المحددات. دعنا نذهب إلى الكتائب وقيادة الكتائب في الداخل. معنا جمال معروف قائد جبهة ثوار سوريا. مساء الخير سيد الكريم. في البداية ماذا تعلقون على ما خرج به الائتلاف بالذهاب إلى جنيف 2؟ أستاذ جمال، على ما يبدو حتى اللحظة لم نوفق بالاتصال مع أستاذ جمال. الآن إلى الدكتور عارف دليل ضيف الاستوديو، يعني حتى يأتي التنسيق. هناك من يقول سواء وافقت أو رفضت قيادة الجربة ذاهبة إلى جنيف 2. بداية كان يجب أن يكون مكاني أحد أعضاء الائتلاف، فالقضية برمتها ائتلاف بائتلاف في هذا النقاش كما يبدو. وأنا هنا بصفتي مواطن سوري وليس لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك، إنما أنظر إلى المسألة من ناحية ما هي تأثيرها على الوضع في سوريا.
أين تقف هذه القضية، هذا التشكيل، هذا القرار مما نحن فيه في سوريا الآن. فليس خافيا على أحد أن سوريا وصلت إلى حالة يرسلها على جميع الأصعدة، حتى أن الكثيرون يقولون لم يعد هنالك مجال للحديث عن سوريا. أين سوريا؟ أين سوريا كدولة وشعب دكتور عارف أعتذر المقاطعة، لكن يعني الآن ربما يعني ما يدور على السطح فيما يخص سوريا، الذهاب إلى جنيف 2، أنت تعلم مدى الخلافات الآن مقسمة في الائتلاف في المعارضة السورية على وجه الخصوص. قيادة الجربة تقرر أن تذهب إلى جنيف 2، هناك 44 منسحب، هيئة التنسيق رفضت الذهاب إلى جنيف 2 أيضا، يخرج هيثم المنال يتحدث بأن هناك مؤامرة روسية أمريكية أيضا، وهيئة التنسيق لن تذهب إلى جنيف 2. كيف تفسر كل هذه التصريحات؟ يعني في سوريا كان هناك حراك سياسي واسع متنوع المشارب متنوع الأطراف، بدأت عملية الاختزال لهذا الحراك الواسع، حتى في نهاية المطاف تمثل بمجموعات قليلة وبأشخاص. بالإضافة إلى قلة العدد وضيق التشكيلات، لم يكن هناك أي اتصال بين هذه التشكيلات وبين عموم الشعب، بين هذا الحراك الواسع، بين الأرض بكل ما تحتويه. فبقيت كل المسائل تدور في إطار هذه الأعداد، العشرات من الأشخاص. من أين جاء هؤلاء العشرات من الأشخاص؟ مع احترامي للجميع، كلهم وطنيون، كلهم سوريون إلى آخره، ولكن كيف جاءوا؟ هل ولادة هذه التشكيلات بهذه النوعيات بهؤلاء الأفراد هي ولادة طبيعية أم أنها ولادة قيصرية؟ إنها عملية ولادة قيصرية. الأصل كان يجب أن تكون من الداخل، من الداخل أن تنبع كل القوى الفاعلة، لكن للأسف الشديد لأسباب كثيرة، منها بالدرجة الأولى طبيعة الحياة السياسية في سوريا التي طغى عليها الاستئصار خلال 40 عاما، وعدم تمكين الشعب من المشاركة في تقرير مصيره. فلذلك أمكن ببساطة بسهولة لأي طرف، لأي قوة داخلية خارجية، أن تنشئ مجموعة صغيرة من الأفلاك وتقول هؤلاء يمثلون الشعب. نعم، وبالتالي سأعود إلى هذه النقطة أكثر ربما، إذا لن تتحدث الآن كعضو من أعضاء الائتلاف أنت في هيئة التنسيق، ربما نتحدث بهذا الخصوص دكتور عارف. اسمح لي أن أذهب إلى الأستاذ هشام مروة. مساء الخير أستاذ هشام مروة. الدكتور خالد خوجة يتحدث بأنه تم تغيير بعض صياغة القانون في الائتلاف، هل هذا صحيح؟ طيب حتى لا يسمعني ما زال الأستاذ هشام مروة. طيب لا أعلم إذا كان الآن قائد جبهة ثوار سوريا أيضا معي عبر الهاتف. طيب ينضم إلينا محمد زعتر وقائد اللواء في جبهة ثوار سوريا. مساء الخير سيد الكريم. مساء الخير. طيب سيدي، ما هو ردود أفعالكم في البداية حول ما تم اتخاذه من قيادة الجربة للذهاب إلى جنيف 2؟ يا أخي تفضل. نحن مع الشعب السوري، والشعب طيب. السوري بده حل. نحن مع جنيف 2 إذا بيريحنا من نظام بشار الأسد، نحن مع جنيف 2. مع إذا يحللنا المؤسسة الأمنية ومحاكمة بشار الأسد، نحن مع جنيف 2. إنما جنيف 2 إذا بدنا نروح عليه وما في حلول، بدنا نعمله فينا مثل وكلنا، أنا ضد جنيف 2. طيب وبالتالي كيف تعلمون؟ يعني من يقدم هذه الضمانات سيد الكريم؟ أخي هذه الضمانات نحن على الأرض اللي نضمنها للشعب السوري. إذا تحقق حلم الشعب السوري بإسقاط نظام بشار الأسد ومحاكمته، طيب لكل ما تحقق نحن مستمرين على نهجنا إن شاء الله، ونحن
انه نحن موجودين على الارض وخلال اسبوع نحن داعش من حماية وحرب ورجل. طيب 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 سيد محمد تعال. طيب سيد الكريم، هل هناك كانت هناك الأحاديث تحدث بأنه كان هناك اجتماع للقيادات الكتائب الإسلامية، ثوار سوريا، أحرار الشام، جبهة الإسلامية، هل كان هناك اجتماعات بينكم؟ يا أخي نحن كان في اتصالات ما في اجتماعات، كان في اتصالات وطلبنا من أخوان المرجبة الإسلامية أن يعطونا حلول بديلة. يعني أنت تقع المشكلة بتقول بدي حاول شو الحل. طيب طب على ماذا قررتم؟ بماذا قررتم؟ لا توجد لنا حلول أخي. طيب سيد الكريم، نحن مع أخوان المرجبة الإسلامية. ماذا كان ردها؟ طيب سيد محمد، ماذا كان قراركم بعد هذه الاتصالات أخي جميعها؟ أخي نحن طالعنا، نحن مع جنيف 2 بشروط. طيب أنتم مع جنيف 2 بشروط. طيب 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 نحن مع الشعب السوري أخي، نحن جنيف 2 طيب. 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 كل يوم من الشعب السوري ما في معنا ولا أي حد من خارج سوريا أخي، لا بالطلبات ولا بالحنفر. عرفت كيف؟ فلذلك نحن قرارنا ناجح من قرار الشعب السوري. الشعب السوري بده واحد يا اخي، الشعب السوري تشتت تبلبل. طيب طيب سيد محمد زعتر، فقط اسمح لي ان استفيد اكثر من هذا الاتصال. اذا تم الاتفاق في جنيف 2 على وقف اطلاق النار، هل تقومون ستقومون بالتنسيق مع الائتلاف وبالتالي ستستجيبون الى وقف اطلاق النار؟ اذا بيصير لنا شيء النظام ليش بدنا نطلق نار؟ نحن سيدي سيدي أنا يعني سيد محمد سيد محمد سيد محمد أنا سيد محمد إذا تكرمت فقط، يعني السؤال واضح، يعني إذا تم التفاوض والاتفاق بين الائتلاف وبين حكومة النظام على وقف إطلاق النار في جنيف 2، هل أنتم ستلتزمون بهذا القرار أم لا؟ طيب شكرا لك أستاذ محمد زعتر، قائد في جبهة ثوار سوريا، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا لك. طيب سأعود إليك دكتور خالد. دكتور خالد، هناك من يتحدث يعني إذا كنتم 44 عضو وقمتم اليوم بالتصويت على القرار لا، لن يكون هناك يعني حتى على مستوى المتواجدين لن يكون هناك أغلبية، وبالتالي سيفشل أو ستفشل قيادة الجربة بالذهاب إلى جنيف 2، أليس هذا صحيح؟ لم يكن الموضوع إفشال قيادة الجربة، الموضوع كان توفير أو إيجاد مساحة زمنية معينة للألية والكتائب التي تقاتل داخل سوريا وللنشطاء وللحركات. نعم، لكن الآن تحدثت لي بأن الهدف من إعلانكم الانسحاب هو عرقلة قرار المشاركة في جنيف 2. نعم في 22 طيب. شهر، ليس في جنيف 2، في 22 يعني بعد أيام. نحن مع جنيف 2 وفق المحددات ووفق الشروط التي يريدها الشعب السوري، يعني وفق الإجماع العام للشعب السوري. أما لسنا مع جنيف 2 في 22 القادم. طب لن أعود إلى نقطة الانسحاب، إذن كانت الانسحاب لأن الجربة نجح في الانتخابات الرئاسة، إذن سبب الانسحاب الرئيسي. لا لا، السبب الأساسي بعد نجاح الأستاذ الجربة في 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 الانتخابات، ظهرت رسالة من الأستاذ مروان حجه رسالة واضحة بتوقيع الجربة تقول للأمين العام للأمم المتحدة أن الائتلاف قرر المشاركة في جنيف 2، مما طيب. يعني حفظ على جميع قرار المكونات الائتلاف والهيئة العامة للائتلاف. نحن ما كنا نريده طيب. أن تتشكل هيئة وتستمزج آراء الداخل السوري سواء النشطاء أو الجبهات أو الألوية والكتائب أو الشخصيات الوطنية لكي نأتي بقاسم مشترك نذهب به إلى جنيف 2.
نعم ربما موضوع العرقلة الذي كنتم تنوون أن يكون عرقلة كان بناحية القفز للجربة، وبالتالي سهلتم عليه اتخاذ قرار بالموجودين دكتور خالد. ما فهمت السؤال تماما. يعني أنتم كان الهدف من هذا الانسحاب العرقلة، لكن عندما قمتم بالانسحاب ولم تقوموا بالتصويت أعطى الجربة دفعة ليتخذ هذا القرار بالمتواجدين بمجموعته. صحيح، لأنه قرار سابق قبل، يعني هو قرار مهيأ، حتى الهيئة التي ستذهب إلى جنيف جرت تشاور مع هيئة التنسيق دون العلم الهيئة العامة، جرت مراسلة الأمم المتحدة والسيد الأخضر الإبراهيمي. بأي شكل من الأشكال السيد الجربة كان يعني لا لا لا، لكن دكتور خالد يعني هيئة التنسيق تتحدث أنه لا يتم التواصل معها فيما يخص الذهاب إلى جنيف 2 ضمن وفد، لا أعلم إذا الدكتور عارف لديه معلومات أخرى. للأسف الشديد كان الموعد محددا منذ فترة، ولكن هيئة التنسيق تتحدث منذ أشهر طويلة عن أن المعارضة يجب أن تلتقي بمؤتمر كبير، مؤتمر وطني موسع، أو على الأقل مؤتمر مصغر من 30-40 شخص للاتفاق على الخطاب، على المطالب، على الموقف في جنيف 2، رغم أن الهيئة كانت من المؤيدين لجنيف باعتبارها مخرج من الصراع الذي لا مخرج منه. ولكن رغم أن الزمن كان يمضي بسرعة، لكن أحدا لم يستجب، لم يحصل، بل منذ مؤتمر القاهرة الأول والهيئة تدعو إلى مؤتمر قاهرة 2 تجتمع في كل المعارضة. مؤتمر القاهرة الأول كان المناسبة الوحيدة التي اجتمعت فيها مختلف أطراف المعارضة، وكان يفترض أن ينتج عن مؤتمر القاهرة 1 قيادة جديدة للمعارضة. بعض الأطراف أفشلت ذلك لأنها أرادت الاستئصار وعدم مشاركة وتدفع سوريا منذ 40 عاما وبالأخص منذ 3 سنوات ثمن الاستئصار. دمرت البلاد ثمنا للاستئصار. يريد كل طرف مهما كان حجمه يعني صغيرا أم كبيرا، نعم يعني يريد الاستئصار. نعم يعني حتى الأطراف المعنية الداعمة كانت تحسب، يعني هيئة التنسيق كانت دائما بلسان وزير الخارجية روسيا عندما يتحدث يجب على المعارضة الوطنية أن تشارك. نلاحظ بأن روسيا الآن غير مهتمة بمشاركة هيئة التنسيق ضمن وفد المعارضة. في الحقيقة روسيا منذ البداية ونحن كنا على قناعة عامة بأنها ليست يعني في موقف داعم لطرف معين من المعارضة من أجل عملية إصلاح شامل، من أجل عملية تغيير، من أجل عملية البناء نظام بديل. نعم سوريا لم تكن داعمة وإنما كانت تتلاعب بالألفاظ، وبالتالي كانت، وقلت ذلك لوزير الخارجية لافروف عندما اجتمعنا معه قبل السنة وشهر وقبل سنتين تقريبا، بأن روسيا تجرجر سوريا إلى نفس النقطة التي يريدها لها الآخرون. الجميع يجرجرون سوريا، كل يريد أن يستأثر بقطعة من هذه الجبنة لنفسه، وبالتالي فلتحتدم الصراعات بين هذه الأطراف المرتبطة بأطراف خارجية حتى تدمر البلاد. فروسيا لم تكن على جدية في التعامل مع القضية كقضية وطنية سورية من أجل إخراج سوريا بكاملها من الأزمة. نعم لكن هيثم ناح تحدث بأن هناك مؤامرة روسية أمريكية سنتحدث عنها، لكن الآن سأذهب للأستاذ هشام مروى، الآن ينضم معي عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ هشام مروى، عضو الائتلاف الوطني. سيد الكريم، هناك من قال بأنكم قمتم بتقسيم المواد القانونية بالائتلاف على مقاس المتواجدين اليوم. دكتور خالد خوجة تحدث بأنه تم نظام 41، لم أسجل النقاط بشكل صحيح، لكن قمتم بتغيير بعض بنود قانون الائتلاف، هل هذا صحيح؟ يعني ابتداء السلام عليكم وعلى الاخوه المشاهدين وعلى ضيوفك الكرام. يعني انا احد اعضاء اللجنه القانونيه في الائتلاف. والحقيقه المساله لم تكن بهذه الصوره على الاطلاق. الذي جرى ان بعد انسحاب الاخوه
الأربعة والأربعين والمجموعة الأربعة وأربعين. بعد انسحاب يعني المجموعة بقي في يعني من الحضرة إلى جلسة الاجتماع هذا اليوم حوالي 75 عضوا. نعم. بحضور 75 عضوا اجتمعت كانت اللجنة القانونية ترى هناك رأيان حقيقة في اللجنة القانونية، رأي فيه أربعة أشخاص أنا كنت واحد منهم و وفي رأي آخر هذا الرأي يرى أنه لا بد من أجل الموافقة على المشاركة بجنيف أن تم موافقة ثلثي الأصوات باعتبار تعديل الوثيقة التأسيسية الفقرة الخامسة من الوثيقة التأسيسية، ولكن في رأي آخر يمثل الأستاذ المالح اتجه باتجاه آخر لا هذه يكفي فيها أن يتخذ فيها القرار بالأغلبية المطلقة، وأجرت التصويت على وطلح هذان الرأيان على الهيئة العامة. الهيئة العامة اختارت الرأي الذي ذهب إليه المالح ولم الأستاذ المالح لم تقتل الرأي الذي ذهبت إليه أنا وأكثرية اللجنة القانونية. نعم يعني أنتم أربع أشخاص تم الاتفاق يعني تم التصويت تم التصويت بناء يعني اختارت الهيئة العامة للائتلاف التي طبعا بالتأكيد أضعف المعارضين لجنيف أضعف بكل تأكيد غياب كما قلت أشرت في حوارك الدقيق مع الدكتور خالد. نعم يعني سألت نعم يعني أستاذ هشام يعني حتى نعطي أيضا الدكتور خالد خوجة حق الرد هو معي الآن على الهواء تمام الفكرة. طيب يعني خليه استاذ هشام فقط يعني استاذ هشام ده تكرمت اكمل الفكره وبعد ذلك ستسمع ايضا الرد من الدكتور خالد الذي ارجو ان يستمع لك الى الاخر تفضل. يعني اذا لم يجري اخي فاختارت الهيئه العامه باغلبيتها حوالي اكثر من 40 شخص اختارت ان يتم التصويت بالاغلبيه المطلقه على قرار المشاركه بجميع، وبالتالي لم يعدلوا الفقره الخامسه من النظام القانون التاسيسي او الوثيقه التاسيسيه للائتلاف، ووافقوا على ان تكون على ان يصوت على هذا القرار كاي قرار عادي يحتاج الى الاغلبيه اغلبيه الحاضرين وليس اغلبيه المطلقه، وجرى التصويت شارك بالتصويت حوالي 73 صوت عفوا 76 مشارك لا تمتنعوا عن التصويت 58 وافقوا 14 كانوا ضد القرار. طيب اتفضل دكتور خالد. هنا كنت أريد أن أسأل الأستاذ هشام المادة 41 من النظام الأساسي تقول أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا النظام يختص بنظره الائتلاف ويكون قرارها ملزما في هذا الشأن على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الائتلاف، يعني جرى التحاكم إلى 75 و47 صوتوا لصالح رأي الأستاذ المالح، هذا في إخلال بالمادة 41 التي تقول حتى الخلاف على تفسير النظام الأساسي يحتاج البت في أمره يحتاج إلى غالبية ثلثي الأعضاء، يعني إذا ثلثي الأعضاء قرروا أن هذا المعنى هو كذا كما قال السيد هشام المروى يحتاج إلى ثلثي الأعضاء، فكيف يؤخذ قرار ب 47 عضو؟ هذا فيه تجاوز. أستاذ هشام هل لديك رد؟ لن نترك النقاش فقط حول هذه النقطة، يعني لا أعلم إذا كان هناك أستاذ هشام لديه رد، لكن على كل أستاذ هشام تفضل لكن بعجالة أود أن أوجه إليك بعض الأسئلة أيضا تفضل. نعم تفضل أنت مدير الجلسة ولك كل الحق في الأسئلة تفضل. يا سيدي لديك حق الرد تفضل. يعني أنا أود أن أقول يا دكتور خالد وأيها الأخوة المنسحبون يعني لماذا لم تكونوا حاضرين وتدافعوا عن مواقفكم وتبرزوا كل ما عندكم من آراء عندها كان ممكن أن يكون موقفكم إيجابيا فعلا وفعلا أن يكون خادما لمواقفكم. أنا أقول أنهم لم يخدموا كما قلت أنت تماما لم يخدموا مواقفهم حقيقة، يعني لو حضروا لدافعوا عن أفكارهم ومواقفهم وأضعفوا مواقف المخالفين كما يعلم المجلس الوطني أخذ قرارا بعدم التصويت على جنيف وفعلا أعضاء المجلس الوطني صوتوا ضد. طيب بما أنه تحدثنا عن هذا الموضوع أستاذ هشام يعني أعضاء المجلس الوطني لم يصوتوا لصالح الذهاب إلى جنيف، تحدثت بأنه 58 وافقوا من أصل الكتلة الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي كانوا ضمن الموافقين على الذهاب إلى جنيف اثنان؟ أنا لا أستطيع أن أقول تفسيرا سريا ولكن أنا أعلم أن هناك قرار من المجلس الوطني والتزم به أكثر أعضاء المجلس. طيب ماذا عن الإخوان المسلمين؟ الإخوان المسلمين أصدروا بيانا أنهم ضد المشاركة في جنيف.
يعني صوتوا ضد صوتوا على هذا الأساس. طيب طب وإعلان دمشق؟ نعم. وإعلان دمشق؟ إعلان دمشق. وإعلان دمشق أيضا، وإعلان دمشق أيضا صوتوا ضد القرار، ولكن كما تعلم أن غالبية الأعضاء المجلس الوطني كانوا مع المنسحبين. طيب يعني طيب يعني 58 يعني أنت لا تعلم من قام بالتصويت لذاهب لصالح الذهاب أم لا؟ عفوا لو تعدت كلماتك الأخيرة. طيب ربما سؤال غير مهم بالنسبة لك، يعني أنا تحدثت بأنك لا تعلم من قام بالتصويت لصالح الذهاب إلى جنيف 2. بالتأكيد، لأنه هذا تصويت جرى سريا، يعني جرى التصويت طيب. بشكل سري في غرف سرية بحقيقة، يعني عندما يكون تصويت سري يجري التصويت طيب. عليه بشكل جيد وبمراقبة دقيقة وبشفافية. أما كما قال، يعني الشيء اللي جرى حقيقة بالنسبة للتصويت السري، المجلس الوطني إعلان بس الإخوان المسلمين كانوا هؤلاء كلهم قد أخذوا قرارات بأن يصوتوا ضد المشاركة في جنيف. الحقيقة الشيء الذي يريد ألفت انتباه إليه، الذي ساهم لعله في موافقة باقي الأخوة الحاضرين من الهيئة العامة، هو ما وصلهم من قرار الجبهات الموجودة في أنقرة. يعني اجتماع أنقرة وصلت نتائجه إلينا وقالوا هؤلاء الجبهات موافقون على الذهاب إلى جنيف. حتى الجبهة الإسلامية أستاذ هشام، يعني أنا أقول باستثناء إحدى الجبهات التي تريد العودة طيب. إلى مجلس طيب. شوراها طيب. طيب. طيب دكتور خالد، يعني بالتالي يعني هناك من يرى في إجابة الدكتور أستاذ هشام عندما تحدث، أليس من الأولى أن تذهبوا إلى هذا الاجتماع وتتحدثون بصورة إيجابية بأن هناك أخطاء وأخلال وخلل قانوني بهذا التصويت؟ أولا الأستاذ هشام لم يجيب على سؤالي، بمعنى أنه يقر بأن هناك تجاوز قانوني. المادة 41 ليقرأها مرة أخرى. عندي رسالة أخرى من الأستاذ هيثم المالح، نعم. رسالة استقالة من الائتلاف مؤرخة بتاريخ 21-12-2012. أستاذ هيثم مالح مستقيل من الائتلاف، ما زال رئيس اللجنة القانونية ويداول نعم. على اجتماعات الائتلاف ولم يبت في أمره. لذلك الموضوع إذا بدنا نحكي على موضوع سياسي نتكلم في السياسة. أنا سألت سؤال قانوني للسيد هشام مروى عضو اللجنة القانونية وأجابني جوابا سياسيا. ما أريد أن أقوله من الناحية القانونية، قرار المشاركة في جنيف 2 هو غير قانوني على الإطلاق، هذا ما أود أن أقوله. أما بالنسبة للألوية والكتائب، لا يوجد أي بيان من طرف أي لواء أي كتيبة أو أي جبهة سوى جبهة ثوار سوريا تؤيد الائتلاف في المشاركة في جنيف. باقي الألوية والكتائب لم تصدر أي بيان. لذلك نعم. نحن ما كنا نريده خلال الفترة السابقة، الشهر ونص السابق منذ اجتماع الائتلاف السابق، أن نذهب إلى الألوية والكتائب، نذهب إلى النشطاء، نذهب إلى الشخصيات الوطنية، نستمزج آرائها وثم نحصل على قاسم مشترك بشأن المشاركة أم لا. تم القفز فوق كل تلك الشروط. يعني على وجه إذا استمرنا بهذا النقاش سنبقى في هذا الجدل ومن سنبقى بالذهاب في الشأن القانوني، لكن الآن ما يهم يعني لأن بما أن قيادة الائتلاف أصدرت قرار بأنها ذاهبة إلى جنيف 2، الآن السؤال كيف تتوقعون أن يكون مؤتمر جنيف 2؟ وسأبدأ مع ضيفي في الاستوديو الدكتور عارف دليلة. الحقيقة هذا هو السؤال الجوهري. ألا يمكن أن نتوقع أنه حتى هذه القلة الذاهبة إلى جنيف 2 ستختلف هناك وربما ستنقسم، وبالتالي كم ستكون نسبة تمثيل فعلا قوى المعارضة في الجانب الآخر من الطاولة، نعم. التي ستتفاوض على مصير الشعب السوري وعلى مستقبل سوريا. يعني بدلا من ذلك الطيف الواسع الممثل لكل القوى الحية في المعارضة السورية والتي كانت موجودة على الدوام على الساحة، يجري الاختزال الشديد جداً بعدد من الأشخاص مع احترامنا للجميع، ولكن كم كان سيكون الأمر مختلفا لو أن هذا العدد الصغير كان ضمن هذا الطيف الواسع، نعم. وكم ستكون في هذه الحالة المسألة. يعني تتوقع أن يكون هناك اختلافات أيضا بالوفد المعارضة الذاهب؟ أنا أتوقع ذلك بالتأكيد،
طب لا أعلم إذا تم التصويت على أو إعلان الأسماء الذاهبة أستاذ هشام مروى إلى جنيف 2، هل تم اختيار الأسماء أم لا؟ أبدا لم يتم البحث في هذه المسألة إطلاقا بعد انتهاء التصويت على الموافقة على المشاركة على جنيف. تم إخفاء هذه الدورة أو إنهاء هذه الدورة من الاجتماعات وتعليقها إلى الدعوة، يعني خلال الاجتماع العادي سيكون في خلال شهر أو أقل أو أكثر حسب. قد هناك اجتماعات طارئة لكن لم يتم البحث في تسمية أحد، ولكن يعني الذي أعلم أن الائتلاف يتصل مع كل أطياف المعارضة السورية بما فيهم المنسحبون بما فيهم يعني قبل فترة خرجت تسريبات أستاذ هشام، خرجت تسريبات بعدد من الأسماء، كان من ضمن هذه الأسماء الأستاذ لؤي صافي الذي انسحب، اليوم نراه ناطق باسم الائتلاف. هذا كلام غير صحيح وغير دقيق أخي الكريم، الحقيقة ما في أي شيء رسمي بهذا الكلام، يعني حتى لحظة يوجد هناك أي أسماء، ولست في طبق أن أخفي عنك أي شيء من المعلومات. أنا يعني أحب دائما أكون شفافا وأجيب بصدق عما أحمل من معلومات. طب متى سيتم تحديد الأسماء؟ متى سيتم تحديد يعني الأسماء؟ هذا الأمر سيتم، يعني عندنا الوقت ضيق جدا خلال قد يكون يعني لا أعلم كيف تتصرف يعني إدارة أو رئيس الائتلاف ونوابه والأمين العام في حل هذه الهيئة السياسية تجتمع أتوقع اليوم من أجل البحث في هذا الأمر. طيب بالتالي دكتور خالد، يعني الذهاب الآن إلى جنيف أصبح أمرا واقعا، كيف تتوقع أن يكون جنيف 2؟ هل من المعقول أن يستطيع الروس تغيير عنوان هذا المؤتمر إلى مكافحة الإرهاب كما ينشدون؟ أعتقد هناك إشكالية أولا من ناحية الوفد المشارك، لأن الهيئة السياسية انتهت ولايتها في الائتلاف ويجب تشكيل هيئة سياسية أخرى. هنا إشكالية، يجب أن تشكل هيئة سياسية بمشاركة جميع أعضاء الائتلاف. من ناحية ثانية سيد لؤي صافي، أعتقد الأستاذ هشام مروى يجب أن يكون دقيقا، أرسل رسالة إلى جميع أعضاء الائتلاف يفيد فيها باستقالته، وهذا كلام دقيق وجميع أعضاء الائتلاف لديهم هذه الرسالة. ثم عاد كلجنة قانونية يجب أن تكون عادلة، العدل هو الأساس في القانون. بالنسبة لجنيف 2، طيب سأقول لك انطباع سواء عند المعارضة أو عند النظام. الجميع يعلم أن جنيف 2 لن تؤدي في على الأقل في بداياتها إلى تشكيل جسم يشمل الحكومة والجيش والأمن ذو صلاحيات تنفيذية كاملة. الجميع يريد أن ينسحب الطرف الآخر من على المنضدة، لأن الجميع يريد أن يثبت للطرف الآخر وللعالم أن الطرف الآخر هو الذي انسحب من طاولة المفاوضات وليس الطرف المفاوض. فقط على هذه المعطيات يريد الأطراف الذهاب إلى جنيف 2. نحن قلنا إذا ذهبنا كما تفضل السيد الأستاذ عارف دليلة، إذا ذهبنا بإجماع وطني وبشخصيات وطنية سنكون الطرف الأقوى. أما بالنسبة لنية الحكومة السورية بالتنازل لسلطة انتقالية، طيب يعني دكتور خالد فقط سؤال، يعني إذا تم الائتلاف الآن التحدث مع مجموعة 44 المنسحبين باختيار أحد الأشخاص حتى يكون ضمن وفد المعارضة، هل ستوافقون أم لا؟ لن نوافق، لأن طيب كما ذكرت طيب إذا كان الجواب لن نوافق اسمح لي سأستغل الوقت. تفضل دكتور. طيب أستاذ هشام، بالتالي يعني اليوم هناك تطمينات أيضا من الائتلاف بأنه سيحقق اختراق ربما في المؤتمر جنيف، أم تبقى هذه تصريحات لا أكثر؟ يعني الحقيقة نحن يعني المتابع للشأن السياسي يجد أن النظام فعلا لا يريد حرف جنيف 2 عن مساره، يريد فعلا أن نتجه في جنيف 2 باتجاهات مكافحة الإرهاب أو استفتاء على نتائج هذا المؤتمر لاحقا، وهي نتائج تعكس عدم جدية بشار الأسد ونظامه في الدخول في أي عملية حل سياسي، وذلك من المستبعد أن يؤدي جنيف 2 إلى نجاحات. ولكن الحقيقة هل وجود الائتلاف الآن في جنيف 2 هل يمكن أن يساعد في يعني تسليط الأضواء على عدم جدية
جدية النظام، لعله هذا هو الاختراق الذي يتحدث عنه. يعني الموضوع ليس متوقف على جدية النظام، يعني روسيا كانت دائما تطالب هيئة التنسيق ضمن وفد المعارضة، اليوم نلاحظ بأن روسيا غير مهتمة بهيئة التنسيق بالتالي. يعني عدم اهتمام روسيا إلا بالنظام هذا أمر متوقع ومفهوم وليس غريبا على أي متابع للشأن السوري. بالتأكيد روسيا حريصة على مصالح الاستراتيجية المتمثلة مع النظام، وعودها للمعارضة المعارضة للأخوة في هيئة التنسيق ليس بعيدا عن المعارضة عن الوعود اللي كانت تعطيها أيضا للمعارضة في إسطنبول أو في أماكن أخرى من العالم. يعني كلها كان ينفيها لافروف في أول تصريح صحفي يظهر على الإعلام ليقول كلام ينسب كل ما سمعناه في الغرف المزدحمة. طيب غير توقعاتك دكتور عارف بأنه ربما يكون هناك خلاف بين الوفد الواحد في المعارضة، أتوقع أن يكون هناك أمر آخر؟ يعني ليست المشكلة في وجود خلاف، الخلاف مطلوب ومفيد، ولكن المشكلة هي أن يؤدي الخلاف إلى آثار سلبية على مجريات الأحداث في سوريا، على الوضع السوري بشكل عام، أن لا يقربنا من الخروج من الكارثة من المأساة، أن يؤدي إلى بعدنا عنها، إلى مزيد من الشرذمة، إلى مزيد من التطاحن، إلى مزيد من الخسائر التي بلغت حتى الآن حدود هائلة لا يمكن تصورها، من خسائر بشرية ومن خسائر مادية وإنسانية وسياسية وعلى جميع المستويات. نعم. بالنسبة لروسيا، بالأمس كنت أستمع صباحا إلى تصريح صحفي، إلى مؤتمر صحفي للسيد لافروف يقول فيه أن الولايات المتحدة أخطأت في تجاهل المعارضة الداخلية الوطنية وإلى آخره، وكان يجب أن توجه لهم الدعوة وأن تصر على إشراكهم وإلى آخره، ولكن قال في نفس الوقت أن السيد حسن عبد العظيم منسق العام لهيئة التنسيق اتصل فيه هاتفيا صباحا، وأنه أبلغه أن قرار الهيئة بعدم المشاركة كان الذي استمر حتى مساء الأمس، مساء يعني أول أمس، قد تغير وأن الهيئة ذاهبة إلى المشاركة وستسافر إلى جنيف، وبالتالي هي باعتبار أنها تنطلق من أن مؤتمر جنيف هو الحل الأخير الوحيد للخروج بحل سلمي للمسألة. فبعد ذلك تأكد أن هذا لم يحصل، أن هذا الاتصال لم يحصل، وأنا أستغرب التصريح بذلك عبر مؤتمر صحفي على كيف الإعلام. كيف يقرأ هذا دكتور عالم؟ لا أستطيع قراءته إلا ضمن القراءة العامة للطريقة التي تعامل بها روسيا بشكل عام والسيد لافروف بشكل خاص مع الأزمة السورية، فلم يكونوا جادين في أي مرحلة من مراحل بوقف الأزمة عند حد معين والانتقال إلى الحل السياسي. نعم. طيب دكتور خالد خوج، الآن سيكون هناك مؤتمر صحفي يخرج من مجموعة الـ44، لا أعرف ما هي أهم البنود إذا كنت تحدثنا بها التي ستخرج سيخرج بها دكتور خالد؟ فقدنا الاتصال على ما يبدو بدكتور خالد خوجة. طب أستاذ هشام، يعني هل حصلتم على أي ضمانات تشجع ربما هذا القرار على المضي قدما إلى جنيف 2؟ يعني هناك من يتحدث أو المعترضون يتحدثون بأنه يعني جنيف 2 فقط سيقوم على إعادة تأهيل النظام، لا أكثر من ذلك ولا أقل. يعني لم نحصل على أي ضمانات، بل على العكس تماما، اذهبوا وقولوا ما شئتم، هذا ما كان يقوله لافروف، هذا ما قاله الذين يعني رفعوا وتيرة الضمانات في باريس، ورفعوا وتيرة الضمانات أيضا في لندن، ولكن الحقيقة لم نتلقى أي شيء يمكن أن يسمى ضمانات أو تأكيدات. طيب يا أستاذ هشام، لا مكان. نعم. طيب ما الذي شجعكم إذن على اتخاذ مثل هذا القرار وأنتم تعلموا بأن هناك معارضة كبيرة ليس فقط من الشارع وأيضا من أعضاء الائتلاف، على أي أساس تذهبون يعني إلى جنيف؟ يعني كما أنا أحد أعضاء المجلس الوطني وكنت من الذين صوتوا ضد الذهاب إلى جنيف، ولكن مع ذلك أقول الذين يعني صوتوا لصالح الذهاب إلى جنيف كان بذهنهم أن يعني يعرّوا النظام أمام المجتمع الدولي، وبالتالي يكونوا قد كتبوا يعني جولة سياسية في إطار المعارك السياسية والعسكرية للتجربة. هناك التخوف من أن هذه الجولة ربما تنعكس بالفشل على المعارضة وبالتالي على ما خرجت إليه الثورة السورية. يعني لكل مجتهد النصيب أستاذي الكريم.
يعني لا نتمنى إلا نجاح، تأكد أستاذ هشام. طيب دكتور خالد خوجة، يعني سيكون هناك مؤتمر صحفي أو كلمة لا أعلم بالتحديد من لمجموعة الأربع واربعين، ما هي أهم البنود التي تتحدثون بها بعد قليل أو الآن؟ لا أعلم متى بالضبط. دكتور خالد. أيوة أيوة. تسمعني الآن دكتور خالد؟ أسمعك أسمعك. طيب سيكون هناك مؤتمر صحفي لمجموعة الأربع والأربعين بعد قليل. نعم. ما هي أهم بنود هذا المؤتمر؟ ماذا ستتحدثون؟ أهم بنود هذا المؤتمر التأكيد على أن القرار الذي استصدر اليوم من بأقل من 50% من الأعضاء هو قرار باطل، وعلى أن الفريق المهيمن على الائتلاف ويمارس سياسة الإقصاء والمغالبة ورفض المشاركة في اتخاذ القرارات. ويعني هناك مورست الضغوط على بعض الذين صوتوا لصالح القرار، ثم نريد أن نؤكد أنه كيف مورست الضغوط دكتور خالد؟ لم دكتور توافق خالد. على هذا القرار. نعم دكتور خالد، حتى لا يتم هناك اتهامات لأي أي أعضاء قام بالتصويت، تحدث بأنه مورست الضغوط، كيف مورست الضغوط؟ هل هناك أدلة؟ الضغوط نعم نعم الضغوط هي الضغوط تتعلق ذكرناها سابقا بدعم المؤيدين وحجم الدعم عن المعارضين. يعني الضغوط هي بحجم الدعم، أغلب الكتائب والفصائل في الداخل تحتاج إلى دعم سواء من ناحية الإغاثية أو من ناحية العسكرية، كلها وكلها يسبب للضغوط. طيب طب يعني هل سنشهد ربما كيان يوازي كيان الائتلاف، خصوصا مجموعة الأربع واربعين الرافضة للإذهاب، وأيضا لا المجلس الوطني الذي كان يهدد؟ لا نريد أن نصعد من طيب. المشكلة نحن نريد أن يعني أن نرأب الصدع الحاصل في الائتلاف، نريد مشاركة أكبر، نريد قرار فعلا وطني يكون طيب. يمثل القرار الوطني القاسم المشترك للشعب السوري، ولا طيب. نريد أن لفئة معينة هي أن تستأثر بقرار الائتلاف. طب وبالتالي دكتور عارف دليل القرار الوطني، يعني الآن الحديث فصائل عديدة أطياف في عديد من المعارضة هناك مع ذهب إلى جنيف، هناك من يرفض، هناك من يشكك أيضا. الآن السؤال، هل هناك حل آخر غير جنيف اثنان؟ الحقيقة كنا وما زلنا مؤيدين لاجتماع، ولكن قبل ذلك يحتاج ذلك إلى توفير مقدمات ومناخ من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة. لم نعد نحتمل إضاعة ساعة واحدة، بل منذ 3 سنوات وأنا أقول إن الزمن الآن يقاس بالساعات. يجب، وضاعت 3 سنوات بدل الساعة. الآن هذه المناقشات كلها وما يحصل في الائتلاف وغير الائتلاف وعلى الأرض، القوى العسكرية والتطاحنات للتجري على الأرض، ألا يشير ذلك إلى أن سوريا بحاجة إلى مؤتمر وطني موسع؟ يعني لاحظنا عندما احتل صدام حسين الكويت، جاء الكويتيون على مختلف مشاربهم إلى الطائف وعقدوا مؤتمر من 1000 شخصية كويتية، 1000 شخصية كويتية. لأنها ما الذي يمنع المعارضة السورية أن تقوم بذلك؟ لا أدري لماذا هناك من كان يتحدث في البداية بهيئة التنسيق بأن هيئة التنسيق هي دائما قريبة من روسيا، هيئة التنسيق هي التي كانت داعية دائما لهكذا اجتماعات موسعة وكانت مفتوحة للتفاهمات، ولكن عندما كان يجري التفاهم كان هنالك من يسحب التوقيع فورا، والاستئصار والاختزال واختزال كل شيء، حتى اختزلت كل القضايا السورية بأشخاص محددين. فلذلك الدعوة الآن إلى مؤتمر وطني موسع. جنيف لن يحل المشكلة لا خلال اليوم ولا خلال أشهر. نعم. الشعب بكامله يجب أن يشارك. نعم. عبر ممثليه، عبر طيف واسع جدا من الممثلين. نعم، يعني فقط دائما حزب الاتحاد الديمقراطي ما يحسب، صالح مسلم هو ايضا ضمن هيئه التنسيق، دائما ما يحسب حزب الاتحاد الديمقراطي مع هيئه التنسيق، وبالتالي تم استثنائهم سيما وبان مجلس الوطن الكردي ذاهب مع الائتلاف الى جنيف 2. ولكن كنت سمعت سابقا بان الائتلاف التقى بصالح مسلم وتفاوض معه على دخول الائتلاف. طيب. والى اخره. نعم. فاذا هنالك اختلافات، هنالك مواقف مختلفه، ولكن عندما يجتمع كل هذه الاطراف تجتمع في مكان واحد، فان يمكن التوصل الى نقاط مشتركه.
لا يجوز اختزال شعب بكامله، قوة بكاملها ببضع أفراد ببضع شخصيات. من هنا تنشأ المشكلة. نعم يعني دكتور عارف أود أن أشكرك، لكن قبل أن أختم وأشكر ضيوفي وردنا خبر عاجل الآن، حصلت أورنت نت على من صوت مع الائتلاف للذهاب إلى جنيف الاثنين، وهي كتلة الإخوان وممثلهم في الائتلاف فاروق طيفور. شكرا لك أستاذ هشام مروة، سأبدأ معك الختام. عضو الائتلاف في الوطن الإسطنبول، ربما هذه المعلومات الآن أنت تسمعها كذلك. وأشكر موصول أيضا للدكتور خالد خوجة سفير الائتلاف الوطني في إسطنبول المستقيل، كذلك شكر للدكتور عارف دليلة ضيفي في الاستوديو. شكرا لك دكتور عارف. شكرا لكم أيها الأفاضل، نلتقي غدا، دمتم بخير ودائما بحفظ الرحمن.